الاسم اللي اتكتب في شهادة التطعيم؟ محمد أكيد هيكتبوا حاجة بعد محمد الحلاني. وإمتى تحولت العاصي؟ تحولت العاصي سنة 86. وعلى مهم بقى ما تستعصاش عليا. لا أكون معاكي سهل. وكان سهل بقى تتخلى عن محمد بعد كل السنين دي؟ ما تخلتش عن محمد، محمد موجود لسه لغاية دلوقتي في الباسبور وفي الهوية وكل ورائي الثبوتية والرسمية. يعني لو أنا ندهت وقلت يا محمد أنت هتنبسط؟ أقولك أكيد. طب واسم الدلع؟ عاصي. الدلع عاصي على العموم أحسن ما يبقى عصعوص. طب وبرجك الفلكي بقى؟ القوس. أتاريك مساهم. مساهم على مامتك النهاردة. طب عدد الإخوة؟ نحن 13، 10 بنات، 10 بنات وثلاثة أولاد. طب وترتيبك بقى في وسط ال ترتيبي رقم 11. على كده بقى الاثنين اللي بعديك حطهم في الاحتياطي. طيب بيني وبينك أنا بالاحتياطي كمان، جيت يعني هيك بالصدفة. طيب تعرف تقول أسماء إخوتك كلهم في نفس واحد؟ فاطمة، آيات، حياة، سرية، زينب، حسن، سعاد، علي، حسين. أعيد؟ أعيد، أنت نفسك خلص وتقول أسرع بقى، دول كلهم إخواتك المفروض تبقى حافظ الاسم ده. فاطمة، حياة، سرية، سعاد، آيات، زينب، حسن، حسين، علي، محمد. خلصوا خلاص. أنت اللي محمد، في اتنين بعديك. امال هتعمل ايه بقى في السؤال اللي جاي؟ طب يلا قولي. سعيدة، لميا، لمياء. طيب دلوقتي بقى في نفس واحد يلا هتقول اسامي كل ولاد اخواتك. دي اللي مستحيلة لانه كتير مش هقدر اقولهم. حسبتهم قد ايه؟ طيب ما شاء الله يعني يطلعوا يمكن حوالي 80 90 كده مثلا، ومع اولادهم واولاد اولادهم صرنا فوق ال 250. طب والحاله الاجتماعيه؟ حالتي الاجتماعيه مالها؟ اعزب، متزوج، متزوج طبعا يعني مخلوع. لا كده يعني لا متزوج يعني. انا بسالك علشان انه السؤال ده ما توقعتش تساليه، علشان انه كل الناس بتعرف وانت بتعرفي ان انا متجوز. سالتيني السؤال ليه؟ متزوج. متزوج. ما كل الناس عارفين اسمك، ما انا سالتك على اسمك. يعني الناس عارفه اسمك وعارفه حالتك الاجتماعيه. طيب. وانت متضايق من سؤالي حالتك الاجتماعيه. فسالت السؤال ليه؟ ما انا قلت بقى يمكن انت ابتديتي تخرفي. ابتديتي تخرفي بجد. لا خلاص. طب خلاص حبيبتي خلاص، والله ما كانش قصدي، خلاص بعتذر. ضحكت عليك.